ايه نور، حبيت الجنينة؟ ايه كتير. يلا كمل اكلك. صحة وهنا. وخالي امتى رح يجي لعندك؟ ما بعرف. شو رأيك نترك لخالك شي علامة حتى يلحقنا؟ تمام. اختار كارت من هالكروت. رح نتركها هون ماشي؟ ايه. مسك الباقي. نعم. رجع نور لأمه. وشو المقابل لحتى رجعه؟ أسيل هي المقابل. مبين إنك عقلت وبلشنا هلأ نقدر نفهم مع بعض منيح. ليك هلأ قاعدين عم نفطر أنا ونور، بعد ساعتين بتجي على العنوان اللي رح أعطيك إياه. اللي وين؟ ماشي عرفته. أسيل مطالع بإيدي شي بنوب، لازم أنقذ نور. لا تواخذيني. جهزي حالك. لا تتضايق، أنا عم عيش اللي بستحقه. بس اسمعني جود، رح ضل حبك لآخر عمري، ورح حافظ على ابنك شو ما صار. لا تاكل هم، وما حدا بالدنيا رح يقدر يأذي ابنك.